أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صباح نمي على سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو ورك يقدم بي يي وصباح نمي قميسة خطب حساسي اي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك عق حساسي الدولة الفيدرال كصوماليا وكا هذا الشي ورر كي لوغي يستي حسن شيخ محمود سيدة وكال عيدة محوقن أو حرتي ودم مهم وها شعب كرير بالويني حق حساسية عيدة من الوريقي بوند مهيم او اه شعبك صوماليا ديو كرد داقن مقالة دا بردوين اي حيصد علوس او هالكاسي كتاغن عيدة مكا امرقات قدومي كوحيقين كمالية دي سياسة دي قبل كهيران ابو كرمادي اي اشالي حلتي بوند دا ليخليقات او مهيم او هايسكو سعود كددوين ها اي قاديد كمقالة دا بردوين سبب تاي عيدة مدان او الوريقين بوند دا ليخليقات اي اللغو شيقي اي اي كردالة تاي خلاف ودحية قدومي ها قبل كهيران علي جايتي عثماني قدومي كوحيقين كمالية دي سياسة دي قبل كاسي هيران أبو كرمادي خلاف كود لحيا لبداني مسؤول أو مدوين كي دنبسو جيت ميي أيا هادا نوخدي ميت سامين حوقان كو ييشي غناعسيقا يسكو سعود كددوينة أيو قاديد كاي مقالة بردوينة وحانا لغا عبسي قبا إنو صوبة دقال حوقان أو هالكاسي كقرحا أما قدها مقالة بردوينة كقرحا تداي أغاتي ورباهن تخلاف كاللبدا مسؤول أيا سالكا كو هيا سيدي لو مامولي لهاي لعاقها كسو حرودا قبل كاسي تاسو أغو دنبين كنتي إن خلاف كودا لغا دريمو مقالة أوردن لعاقها لغا قادو قاديد كاستعمال قبل كهي ايران ايا لغو شيغي اناي كبادان تهي بشي افر بقل او كون او دولار مانا جيرتا وح لوغو قبطو شعبك مقالة بردويني او سند كستا ديباتا كلا كلما فتهادها وبيغا لعاكتا كسو حاروطا قبالك هيران ايا لغو شيغي اناي سان صور نافين غعان تا مدحدا وغو سر ريسا مامول كاسي وحينا حد او موقتا ان دحدو دا اي كوهشين لأيهين يادو اي حسيد مدان تهي ان قويساس بادان او آنهيسان اديگي دا اساسيگاه اي نلوشا اي كو ديباتي سن يهين قدها مقالة دا بردويني ديگانو اي دقمو ين هوستاگا قبل كهيران سيدو کلاني حالة دا بلا آدن ما اي كجرتو او دا ياشا داقان كي يوحقرات کا مقالة دا بردويني ايا ودا وان وان لدو نيه ان بوند دا لوغا قادو عيدا مدا حيرتي كواس او ساكا لغو وابريستي اياغو هل كاسي كسوغان سيدو کلان وحا سعودا دادال لغو دونايا ان لبداني مسؤول لا يسوغو سو دوويو ان كستو خلاف كودا او غار ميل آدو سرايسا مدحوين هما مول قبليت كهير شبيل لي علي قود لاوي ايا ولي كهدلين خلاف كتاگن قبل كهيران او احمد اسكو حيرا كوفر تبر تمها ايا وقويغا سوماليا ايا دونا اي كبحان مالين تيبا قاديد خادا حولها ايا بغاش كنوعي دي سكالدوان كواس او جيا قبلة دالكا ما أهان مركي يقوه الرئيسي أو أي بلدوين مرتي قليسو قلافو دحيا مدحدا ما ملك هيران وحانا مركزتا قلاف كدالي يوم السوق ماسوق أي مسؤولين تا وغو سر رئيسو كساميان لعاقها كسو حرودا قبل كاسي أو أحمد مهيمو أه هرشبيلي ما دام بلدوين أي تهي ميل قناعسي قيدا أدو سر رئيسي سلا مركزينا قدارتا بيرها إيو حولها باللو دوفيو إلا قبل دا وقوي سيكستباها أهاتي أرين تاني أي فضيحاتكو تهي هرشبيلي إيو ما ملك هيران إنا عكال الدولة دا فدرالة صوماليا ووركا سو سارتي وير كي لغو قادة شالي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود وزير كعدالة دا حكومة دا صوماليا عبد القادر محمد نور أوكا هدلي رساس تي شالي قلب لغو فوري بابور أولا سعودي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود وزير كايا شيغن أرين تاسي أي إهيد شل أو أي سان كتلا قل أحين إسلام مركاسين اللوحي لساري قد سو بارا سيدا أي وحو دعين كاس أو هوركا عيو تلياها عيدن كأسلوب تا جنرال مهد عبد الرحمن آدن وحا أويري وحا دعي شل نحمري عيدن كأسلوب تا كترسن إيو إلالة مدحويني هوري إيدل كحسن شيخ محمود وحونا أها شل سي قلدن ودعي وحان شعبك صوماليات وشاقيا إن عيدن كأسلوب تا أي سان سي كتلقل هاي أجيسن شل كاسي أيو يري وزير كعدالة دا إساقو سي هاد ليا أيو يري أرين تاسي هاد وحان وحل سارني قدي أو تليا هوركا عيوس عدي أو كو عدادو قلد نوعان أه وحان هوركيني دونا شرعيقا قلد كاسي أو كلا إن أو سان نغو سو لابن وان كود دالينا سيدا لو مامولا يو براها كنترول كا وحان كوضا هادلني تليا ها وانا لهاجاجين دونا وحان ربنا دادك صوماليات إن أي أغادان عيدا مدى مسؤولية حوغان أيا سارم قرد وادع كرا لكن مهيمة دوا إن لغد دوا تغو أو لصحو مدهوين حسن شيخ محمود وحان أغم هاد نقينا سيدا أوو حكميي أرهن تاني وانا كرالي لينينا أيو يري كولانيا أولا سعودة مدهويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود أيا شالق قلب وحان مر قرى لهوي رساس حوغ له وحان الله شيغي إن إلى الذي سلا صعوتي مدحوين حسن شيخ محمود أيسان رساس ريدين ما دام أو حكمي حسن شيخ محمود سيدا أن حوكتا كوهلني تاسي أو باجيسي إسكهور إماد نحمر لها لبدا عيدا إسلام كاسين هل كاسي قسارها أو بدن لها فضلا دب أدا وركيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوك حساسي بابور أولا صعودي حسن شيخ محمود أولا ويري إسلام مركاسينا وركي قدن بي أيا صوبحا يا قابكي لو ويري سيدا وكالي حليبانا براه بروشادو كسو خوري إنو ديل كبت بادي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود لونا باهن يحي دولة فدرالك صوماليا قار أهان روبلي إنو أرين تاسي ميل عف صو سارو
كولونيا جديد أهو لص على مدحويني هري سوماليا حسن شيخ محمود أيا جور دويد أومان تأهل لجور رساسية مقالة مقدشو سيد أي أوقات ورباهن تمدحويني هري إدلك أيا لجور رساسية بر أي عيد مدى الدولة كل يهين أجار كحرنت محكمة قبل كبنادر إدك مدى حمر ويني كولونيا لص على حسن شيخ محمود أيا وحمر قر له وي رساس حقا أيا أول لص ورنايو إن إلى الذي لص على مدحويني حسن شيخ محمود أي سن مرنا وك جواب علينين رساس تاسي مد داسي أو باجسي إسكهور إما دحمر لها لبدا عيدان ورك ايا انتا سكو سيطر ايا ان رساس تلغو فري مدحوين حسن شيخ محمود ايسان وحق سارة اهي كردالان كدب مركي او مدحوينها امري الى الذي سقارك ان اي اسحكميان اسلام مركاسنا ايسان كجواب رساس تلغو فري دلقاد حوغان ايو سمي مدحوين حسن شيخ محمود ايا كيمت شير نبد قليو او كردعي اليت هوتل ee xeebta Liido isagoona u socday shir ay lahaayeen midowga musharaxiinta mucaaradka xilliga ay ciidamada dawladda ku fureen xabada waxaa xusid mudan in goobta lagu rasaasiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kal hore lagu rasaasiyay kolonyo la socotay Imaam Maxamed Yuusuf midaasi oo uu hore raali gelin uga bixiyay Ra'iisul Wasaare Roble ma jirta ilaa ay hadda wax hadal ah oo ka soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud hase ahaatee dawladda ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay arintaasi ka xun yihiin si kastaba ha ahaatee xildhibaano la socday ayaa baraha bulshada waxa ay ku soo qoreen in halkaasi uu ka badbaaday madaxweynaha iyo ayaga isla markaasina Roble looga baahan yahay in uu jawaab degdegah ka bixiyo si kastaba ha ahaatee waa markii saddexaad oo sidan oo kale loo rasaasay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadda ka hor ayaa lagu weeraray hotel ay deganaayeen asiga iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kale marinaayo ayaa lagu weeraray markani waa markii saddexaad raadiheen gur dhaxdiisa had ka helna shafaacan bar Allah ka dhigo xal ku sidoo ahaa maxaa isbedelay maana ku wax isbedelay had maanta ani wax ka sheegi kar maana eedada ay xaafad kala degana gur mid degana gabadhi Allah ayaanu maqrab dukada leeba xal gabadhi Allah ayay waa gur aan nimid gabadh raadisa aad mikrofoon qaadana oo weydis raadis Facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacan oo sheegna ama aragtay galan habeen makhrab habeen hor makhrabkii oo isniin soo galeysay ii shale ii xale intaas aan leen maantana saaka abaa xasaad meelo baawurta oo laga raro gobolada raadisa su'aade gabdhka lagu kala oo eedi iyo oo eediyaal ay kin waxay aadeen in meelahaas ay maragtay soo baad goobaanay mikrof lagu reega aan kan waab suuceen tabaan aan guriga joogno mar guriga urka dareen haday gur dhaxays urka laga dareen dowl ma ku dhintay meel walba islaama marna digsi digsi kor saarnaya banaanka u soo bixiyay daraasa ku jir dharka bixiya wariye ama mukleel ku xaartay dowl ma ku dhintay guri maxaa ku jir markii dambe xaar gurigaas shumac lag soo bixiyay shumac soo laa hoosis in hilib ama malaa iyo wax mukleel ay kaant dowl isku jira halka la soo bixiyay hadii gabdhaha galay ka kala ordaayaan oo cunugteen oo dhaba digsi ku jirtay ka dhahayna guri soo bixiyay laakiin taas hadii galno aragnan gabaas ma arag digsi dhaxtaalo jamaanta madax isku jiro si xun dhimaa ana si fiican kala ishay ugu soo dhameeyeen baa soo dhameeyay annan kan u soo orta dareenka qoyskii gabadhay ka geeyay wallaahi waxaan u badantaa gabar 10 jir ah oo maartay iskoolku u dhigay Soomaanta oo bakeri ku soo qabayso waxba ku soo qabayso oo adwaysaad waxaan u badantaa way marka wax la soo koob karamaha marka waxii ma aragtiyalna bir qiyaamay jirtaa kala maalay wax qarsaneena jirto waxii kalne waxii sharciga islaamka asqaway waxii qofkii oo soo baxdo la arko sharci wax asqaba hadii qof la arko ni kala saqiir ay ahayd shafiican bar Allah noo dhigo ilaahay wax ka qarsanayn cidda xurguf ee kala dhaxayso lagu toosay wallaahi wax xurguf ka dhaxayso wax ogaama laha wax aad tuhmay malaha mid ka dad aragteen dhaawac iyo jirkeeda ka muuqday wallaahi dhunt qorto ka xirneed madax xataa jawaan uu jiray gacm luga xataa soo malahan indhaha mug soo dhameen laakiin jawaan maragtay oo jaale madax isku jiro arqo dhuntan wax marmado wax u xirnaay intaas asas kor u soo arkaan soo arkaan u galo ma baaran wadna ku baaran ma qawm soo arkaana asqof si fiican arkay shay karto dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka